نتمنى ونعاود نقول نتمنى من المسؤولين وهما احرى يعني بالتفكير، رغم انه انا حضرت ان بروجي واقترحته على رئيس النادي، ورئيس النادي يعني في انه هو موجود في التركيبه نتاع الجامعه، وقال لي هل البروجي هذا نجم نعطيه للجامعه؟ قلت له ما فماش مشكل، بالعكس مرحبا وهذا شرف لي كبير. حضروا نعرفوا اعطيته ان شنو بروجي بيان المشروع؟ ديتاي. حضرت انا تقريبا غير والله وصف لنا للمشروع. والله شو نقول لك، يعني ماهوش معناها ماهوش حاجه يعني بريفمون نجم نحطك معناها يعني وسط حال البي سي قدامي، ما عرفش قاعد تشوف ولا فوالا ناخذ فكره باغ اذا اكزومبل لهنا تعرف شنو هما المستمعين لي يشوفوا كونفينمون. معنا. لهنا نجمو ناخذوا على الكونفينمون شنو هما لهنا الحصص هذوما اللي خدمناهم مع اولمبيك خليبكا، معناها لهنا شنو نجمو لهنا باغ اكزومبل نعطيك لهنا. انا في البريود رمضان الصباح عملت كويز للاعبين باش نمس على المستوى التكتيكي، لهنا تشوف اللاعبين انهم يحاولوا نعطيهم دي كاستيونير ويجاوبوا عليهم باش تعرف الذهن نتاع اللاعب وين اسكو هو اللي اوفونسيف، نعطيه باغ اكزومبل دي سيتياسيون لهنا كما تشوفوا هاكم لي كويز اللي تشوفوا في الماتش، هو يجاوب يكليكي غير ا ولا بي ولا سي، يقول له باغ اكزومبل كيل تاكتيك تو بوغي لو بلو ابروبري سي تون ايكيب مان ان زيرو دقيقه 70 فريقك خاسر اسكو تخير تعمل شونجمون، باش تقرا تخليه على المستوى التكتيكي فايق. في نفس الوقت لهنا نوريكم الحصص اللايف اللي قاعدين نديروا فيهم، ولهنا عملنا اختبار بدني على يويو تيست ا ديستونس والحمد لله كان ناجح، لهنا نراقب في اللاعبين بالكيلومتراج، يعني ما نخليش اللاعب يجري بدون ما نتبعه، لازم اوبليغاتوار يعطيني قداش عمل المسافه نتاعو ونعرف منين دخل منين بدا منين خرج. كيف كيف لهنا وصلت لمرحله دي كونفينمون شنو هما الحلول اللي نجموا نخدموهم لهنا كما تشوف، شنو هما لي بيريود اللي باش نجموا نركزوا عليهم، تشوف لي تاب سيشيك نتاع الملاعب الى هنا اذا كان ما فما معناها ما فماش شامبيونا صراري باش نلقاو الملاعب مع المستوى الثاني ما فماش فلوس. اونترينمون انديفيديوال في الصيف باش يلقى روحه، يعني لهنا ناخذوا العديد يعني من لهنا سوليسيون اللي انا عطيتها صافيتا واموا قلت لهم نعملوا اورجانيزاسيون دون ايكيب، نعملوا ستاج بلوكي نترينيو يعني نتحصروا في بلاصه ونترينيو ونسكنوا، يا اما اللي عندنا سونتر دي فورماسيون كيما اولمبيك خليبكا ما شاء الله عنده سونتر ونلعبوا في مدينه نسكن مع بعضنا يعني نكون قريبه، يعني ناخذوا كازا بلانكا خذيت لنا ملعب محمد الخامس وتتلعب يعني على كل بطوله مصغره نسكن معناها غادي وكل فرق يعني تكون معسكره يعني قريبه لكازا، يعني حتى مش لازم في كازا، ولهنا نستعملوا لي ماسك لهنا الاطار الطبي ما نبارتاجيوش الفيستير ما نبارتاجيوش ندوشوا كان في الاوتيل ما ندوشوش في التيران. هنا لي ماتريال اللي نخدموا به لي كونترول هنا لي تيست فيزيك كيفاش نخدموا التمارين نتاعنا الميزان هنا لي ميكرو سيك اللي خدمتهم كما تشوف لهنا حاضرين كلهم مع الفتره بدأ. انا اقترحت لهنا 4 سيمان يعني اعطيت المينيموم 4 سيمان شنو نجم نخدم في 4 سيمان 4 سيمانات وحضرت لهنا الجامعه تنجم تعطيني بروبوزيسيون 1 ماتش برك بروبوزيسيون 2 2 ماتش بروبوزيسيون 3 3 ماتش، دونك حضرت يعني كل التكهنات وخلي الملاعبيه ديالي حاضرين كل التكهنات. ولهنا في الانتر سيزون يعني حضرت قلت بوندون بروغراماسيون دي كونفينمون كونفينمون اون كاو عملت فيدباك من بعد لهنا قلت اذا الديوري تاع كونفينمون كيما تشوف فيها شهرين، علاش قلت لك انا عندي قداش اللي حضرته الواحد يعني 60 يوم، اذا الديوري دو كونفينمون 3 سمان دو بريباراسيون يعني باش تكون 21 يوم تحضيرات والديوري دو كومبيتيسيون اللي هما 10 مباريات يجيونا في شهر، يعني العمليه كيفاش باش تولي العمليه الحسابيه؟ اكزومبل احنا رجعنا لو 15 مين حضروا يعني لو 5 جوان باش تكون فتره التحضيرات ولو 12 جويي من 12 جوان 12 جويي هي فتره الكومبيتيسيون اللي هي شهر، دونك باش تلقى روحك لهنا في لو 15 جويي انت كملت سيزون. لهنا باش نطرح السؤال من 1 اوت ل 15 اوت، هل اني باش نلقى روحي في سيتياسيون تاع نوفيل كومبيتيسيون تاع نوفيل سيزون باش تلقى الملاعب محروم من العطله الصيفيه باش تلقى الملاعب في عز السخانه كما تشوفوا انا حطيت لكم الشمس؟ لهنا لي زافونتاج لهنا لي زافونتاج نتاع انه نواصلوا الدوري انه هو شارم دو فوتبول اللي توجور ان شامبيون وديما تلقى يعني لهنا مالوريسمون ايكيب يعني تنزل القسم الثاني، يعني هذه قانون اللعب وهذه شاغل الفوتبول ما نجموش ما فماش معناها ما احلاش من الموسم يكمل وديما نشوفوا الشامبيون في البطوله ومالوريسمون اللي توجور معناها غانيون وبيردر وايكيب كي بيردو الماتش يعني في المستوى هذاك. دونك لهنا حطيت يعني على الاقل على المستوى المادي للاعبين والاطور الفنيه على الاقل المستوى المادي تحسن، لي زانكونفينيون اللي حكيت عليهم اللي هو ريسك دي بلوسور سورس فينونسيير فما فايت كبيره باش تصير اون كاو معناها لعبنا البطوله كما تعرف
يعني لانه تعرف غياب الجماهير غياب المستشارين يعني نوفل سيزون اون روتار باش تكون معناها محرومه من العطله الصيفيه وتعرف الفتره الصيفيه يعني حاجه لازمه ضروريه للاعب باش يلقى لافيشير مونتال باش يوصل بها الدوري لهنا عملت في الاخر ايكوا معناها ايبوتيز قلت نوفل سيزون دو فوتبول كي كومونس هنا حطيت سوسيتي اللي هو المجتمع المدني هو المسؤول رقم واحد من بعد عطيت دور رول دو ديتا كيفاش يفاجيري سيت سيتياسيون من بعد قلت دور الفيفا كيفاش تنقح القوانين من بعد جي لو رول دو لا فيدراسيون ماروكين وفي نفس الوقت من بعد الفريق كومون يفاجيري اي في الاخر في النهايه اللاعب هو اخر واحد مسؤول لانه هو لاكتور سور تيرا ولهنا حطيت معنا اطروحه في الاخر شنو حطيت بالضبط يعني هذا نجم نقول لك يعني حضرت حاجه يعني معناها حاجه خفيفه وما تكونش فيها برشا يعني حاجه مفهومه يعني